بسم الله، شوف مع بعض موضوع الماتريال. انا هعمل سيلكت لاي عنصر واجي هنا ادخل في الماتريال، بلاقي ان هو مختار لي ماتريال معينه. ممكن اقول له انا عايز اغير اللون بتاعتها، اقول لكم مثلا اتلي اللون الازرق، تمام. اختار العنصر دوت، ممكن اختار الازرق مباشره، او ممكن اقول له لا انا عايز اختار لير جديده واختار مثلا اللون الاخضر، وابدا ادي له الخصائص بتاعته زي الشفافية، زي الزلال، زي الانعكاسات، وأقدر أشوف شكله في السيرفيس لو هو وير فريم هيبقى عامل ازاي، لو فوليوم لو هالو، طب لو هو شكل دائري، لو هو مكعب هيبقى عامل ازاي، لو هو على شكل قرد مثلا أو شكل معقد شوية هيبقى عامل ازاي. طيب لو أنا عايز دلوقتي أدي كل جزء لون، يعني مش عايز بالشكل دوت، أنا عايز أبدأ ألون الشكل نفسه لكذا لير، هاجي هنا اقول له انا عايز لير جديده، وليكن مثلا اختار اللير الاحمر، تمام، واقول له لير كمان واختار اللون الاصفر، تمام. دول 3 ليرات بس. لاحظ ان هو ما حصلش حاجه خالص، هو لسه واخد اول لير، اللير الاولانيه دي مغطيه على كل ليرات. عايز ابدا ادي كذا لير، هاجي هنا اقول له انا عايز ادخل الايديت مود. دلوقتي انا كده ببدا اعدل فيه، تمام. هدخل في التولز، في اداه احنا شرحناها قبل كده اللي هي لوب كات اند سلايد. هو بيقول لي عايز تقطع في النص، اقول له انا عايز واحده كمان، حرك الماوس اللي في النص حركه لفوق بالشكل دوت، تمام. وابدا اقول له انا عايز اعمل سيلكت باي الفيس، وادوس على الحرف سي عشان ابدا اختار الشكل دوت. طيب تعال نبص كده، هل هو اختار كله ولا لا؟ اختار الناحية، لا غالبا اختار الوجه اللي قدامي بس، فهدوس حرف زد عشان يعمل اقول واير فريم، واروح اختار حرف سي تاني وابدا اختار الجزء اللي هو فوق. دول هديله مثلا الماتيريال اللي هي الريد، تمام. اقول له اصاي، يبقى كده الجزء اللي فوق خد الماتيريال اللي هي الريد، تمام. هاجي اختار الجزء اللي في النص، ادوس على حرف الاي عشان الغي الاختيار، وادوس على حرف سي وابدا اختار الجزء اللي في النص، وده هديله اساين تو اللون اليلو اللي هو الاصفر، واقول له ايه اساين، تمام. دلوقتي هقول له حرف الزد عشان الغي الاختيار، هلاقي انها بالشكل دوت عامله زي اشارات المرور، تمام. وادوس ان انا اخرج اوبجكت مود، تمام. فدي طريقه سهله جدا ان انت تقدر تلون اي شكل، يعني ممكن تحط القرد مثلا وتلون بلون ودانو بلون، اي الوان انت عايزها بالطريقه السهله والبسيطه دي.